بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس الرابع من دروس شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، وعنوان هذا الدرس وموضوعه إن شاء الله الطهارة. أغوس أي سغس بنادم أغيونس، الطهارة تقشطر الإيمان، النظافة من الإيمان، أن النظافة تقح الإيمان. وكانت طهارة يكشمجد الوضوء، يكشمجد الغسل، يكشمجد طهارة الحدث، وكذلك طهارة الخبات، أي طهر بنادم لكسوتنس، يطهر ذاتنس، يطهر القلب. حتى طهارة القلب لابد الإنسان مسلم ولا تمسلمت أدس غسل القلوب نس، الحسد لكبر لبغض نيت متسني مسلم كذا، القلب يجن ذات يحصلها القلب كله تصلح الذات، يخسر القلب كله تخسر الذات. وكان طهارة ورجاء كان طهر، كان طهر لكسوت النح، نطهر دوات النح، لابد أن طهر القلوب النح، لأن أشر الخلائق عند الله يوم القيامة من كان توبه توب الأبرار وقلبه قلب الجبارين. من كان توبه عسم قلت جنس نتمو منايد نتمو سلمايد إيه أنتو قيد سوقن سنسر تنتفت إلاس أوريكي لين لخلق الإسلام يخصبنا دميس فالكي أو قنسنس إسفالكي فالكي جنس هنختين جنس صفاتي مؤمن، إما أنك يسفلك الظاهر ورسفلك الباطن، وأن يسفلك نجي ورسفلك يجنس، إنما ذلك من صفاتي المنافقين. كون طهارة يوم راح سوصي ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم أقو سيس خص بناد مجيون سيخصلك سوتنس لقلي ريمي جير سيد ربي تبارك وتعالى احتظليت. بدأ الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في الآية سبعة من سورة المائدة والدلائل الطهارة في القرآن العظيم، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين والمؤمنات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فرائض الوضوء، بعد الفرائض الوضوء وردند الكتاب من ربي تبارك وتعالى. وقول الله في الآية 48-49 من سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله تبارك وتعالى الزوج زهد من حق النقى النعمة من نعمة الله، من نعم الله سبحانه وتعالى. أريد لميلك من نعمته ومن حضر صدر ربي تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إنما هذا الماء أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء طهورا نقين، وما ننقيت نسيد ربي تبارك وتعالى قسم تضفي قسم تمنت فالكين إنعم سيد ربي في البشرية في المخلوقات. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. وقول الله تعالى في الآية الرابعة من سورة المدثر: قال الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهير. طهرت ثيابك يا محمد، سغسلك سوتنك وتيينتي تحت الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك دلائل الطهارة في القرآن العظيم كثيرة، كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث أشكو القرآن العظيم، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم السنة المطهرة كان
بحران يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بحران يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإلا لكم في رسول الله أسوة حسنة. القدوة نحمستيكان القرآن العظيم الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان تبعا أقوال السلف الصالح. أول دليل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أدول ملح ما سمحها سيدر بالدنوب أرتنسس السريد أرسس الترفعها سيدر بالدرجة بنادم ورقز لتمغارت ما يرفع به الدرجات. ننس ملحت يا رسول الله، الناس يسبغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الناس يسبغ الوضوء واللي تضان أباري تحك يسبغ الوضوء متي قندر نحن كني الدلق إن موت قتمان أتحك تمزيان باش أي يريد أشكو يريد أسجدنا سيد ربي الغسل. يسبغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى الماء زولي السجود للقدام سمزقنا ربي أدقد الظل، سواء تظلت الفرد ولا تظلت النوافل، سواء الفرد ولا التراب ويح ولا كذا، أريس قلت لقدام مزقيدان ربي استقمين ربي. كثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تولي الظل أردح تقل أي الظل. الجهاد في سبيل الله يعني ولي الظل، مثلا المغرب يسكوس حتى مزقيدان أريد تقل أكدنا الظل العيشة أكدنا الظل تيدس. الجهاد يعني وانتظار الصلاة بعد الصلاة اختيد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. وحديث أبي موسى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طويل يؤتي لمن مسلم تطول. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماء والأرض، الصلاة نور والصدقة برهان، إلى آخر الحديث. الطهور شطر إنك انطهر نص الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غران محجلين. هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم رد تشك حل قدام اللمام يوم القيامة، أرتنورن وذمونانس، أرتنورن فسننس، أرتنورن درننس، كل ما يسيريد يتيريد نحلوضو أرقيد ذكة النور حل قدام نربي يوم القيامة. ما ستني سنة رسول صلى الله عليه وسلم حقير اللمام لن درس نكر العلامات اللي ستني سنة سيدي الأولين والآخرين حقير اللمام لقل لي ردسنا غرد سوين حل حدنس يتسي وسارتني كيري في أبدا بعد الشربيات بعد تسيا غر المحجلين من تاريم من تاريم الوضوء. الناس مالك سيحت سنتي رسول الله بين الأمام يوم القيامة، الناس يالخلق التفكير يسان إلي نجد نكري بلغان يسمك إنك ذلك حتى كني ريكة النور حل بلس اللي حتى تضى مكان الوضوء يقان النور يخصب ناس ما حيث تضى أي سنة إزدي سعيد تعباد يسيد ربي تبارك عن الوضوء كله يقان العبادة غير نفور عدي المهام حيث تضى أي سوال الأمور الدنيا تخصى أي تذكر صدر بها العبادة أي أن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ونصدر السوق الغرانس يعني زود مثلا حيث تضى الإنسان يتحك السلك ممان يغلي جان الحد الفرائض. وكذلك دلائل الطهارة كثيرة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح تنتني أشكين الأئمة ملي نحكو له ماني كتقال الفرائض الوضوء ماني كتقال سنن الوضوء باش الكور نتخربق كان تضى. إشكال الإمام بن عشير في المرشد المعين إنك فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طريحة أو طاهر لعادة قد أشكو أمان يخصى الطهارة ما كان وأمان يخصى ندف في بنادم أتني سماق إكضوط إمضيط أشكو لن ومن لصلحني للعادة
العبادات ورصلحني العبادات رسرت نتسود رسرت نتشت ولكن رسرت نتقضته يحيد دارك ودني تغير ريح نسم يحيدني للصابون نحيدني تلا الريحة نحيدني لكرة الحاجة ورسرت نتقضت شكوي تغير أدوري تغير اللون نسم ولا يتغير ريح نسم ولا يتغير الطعم نسم هن وين يجان أمان الماء المطلق وين يجان أمان لطهرنين اللي سيتوضى بنادم يحدي وربي تغير نخصك تنتفيد تود من يضنين تغير بين يحقدني وكل النجاسة نحد كذا ورسن ستوضى ورسن ستوضى لابد هذا صفون ومناد نقين عاد سرسن ستوضى بنادم وكان فراء لوضو يطاف الفرائض ننس يطاف السنن ننس يطاف إملاح الرسول صلى الله عليه وسلم ماني كرنس كر هو اللي راي توضى حورقاز ولا تنغارت إملاس مانيك أشكو الخلق لوقت اللي راي توضى يخصى يسكر لي استنجا لوقت اللي يكشم بعد المرحاض يخصى يسكر لي استبرا أشكو الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين جديدين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وما الآخر كان لا يستتر من البول ينقدنا رزق السنم إنك القبرات أرو كنت تعدي بالنسبة لنا سنصيد ربي ينقدنا أريتو النميمة حق الخلق تسولد سوليش كل باب النميمة ينقدنا وريس كل استبرا أريك الشم صدر الوضوء إبو القيد إتضاني أرني تفوق البول إتضا مانك أرتزلت النجاسة إنما الإنسان يخصيف فوق ينس ولو دقيقتين ولو ثلاث دقائق ولو خمس دقائق أرك عزوة عاد أي تضا أن وديقن الاستبراء وديقن الاستنجاء عاد يستنجى الإنسان الاستنجاء ورقح الفرائض الوضوء ورقح السنان الوضوء إنما ما يقى إيقى الطهارة أي طهر الإنسان عاد الماء يتضا وكان فرائض الوضوء قان خمسة أدقان الفرائض الوضوء ما قدني زوار نيت متيني تبعان غسل الواجه تسيرت منك والسكراب غسل اليدين إلى المرفقين تسيرت فسنن كارتي غمرين والسكوز مسح الرأس أولا تمسح تقايونك تكليت اللي زوار تقال فرد تكليت اللي قران تقسون والسموس غسل الرجلين إلى الكعبين تسيرت إضرننك الكعبين ما قال الكعبين أرتي والزوين غسل الرجلين إلى الكعبين ويصديز الدلك إنه تقيت أمان أشكر الرسول صلى الله عليه وسلم يفذكر الخلق أرتو الضان الناس ويلون للعقاب من النار ويلون للعقاب من النار يعني أنه اللي وريت حكم دارتي ورزان نسلق اللي تضى أنه إنهات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصح يسف في بن أدمامان أتبه ريحوك أنه نيقان الوضوء اللي كان إسباغ الوضوء على المكاري أدلكو الفورو معنى يزدي بن أدم الوضوء نس لقنا يتضى الماء إنكري يدو الفريضة اللي فلس يفرض سيدي أشكو يحور تعديل الوضوء هاتي تظلي تور تعديل إيك عمر بن الخطاب بينان كذا ديانا يتظلان ورزو يزول ناس علاش الناس يفلتين حلوضو ورئيس كاري رضوك اللي استملا النبي صلى الله عليه وسلم هذيك اللي استملان العلماء اللي دوردنين الصحابة العلماء اللي دوردنين الوضوء في الرسول صلى الله عليه وسلم هني حيط الضبنة من الضيف الكين الزل تظليت أرتيس فالكي دحركو عنس سجود نس أرتيد تقبل سيد ربي وما يفلكين حيط الضبنة ما تسكر أي فسا أريد تدعو هني حيط الضبنة يدعو آخر الوضوء لقتنا تكمل الوضوء نيت لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يحكمل بنادم الوضوء سركحت كله يكمل إن لا إله إلا الله التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا الحديد إن يكون إن الدعايا أرست نرزو من البيبان الجنت الثمانية أرست نرزو من تام البيبان الجنت كله أين نيرا لباب النو كانيرا إكشمكي واللي دوم من فغيكا أرتيتيني كحيط الضا هتيرخا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله. لقينك نحن طبعا نجمع نسرح تي الجماعات وركسل نسين من السرد ولا من النفل ولا كذا، هذا لا يجوز. الإنسان حي طبعا إخصاء أي سنيز العبادة حل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكان إنك وإن الدعاء نحن حين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني يا ربي واللي تسرك رجعانين تقتي المتطهرين واللي طهرني أكد طهر سيد ربي تبارك وتعالى. وكان اختي كان طهرة يوم راح حسس سيد ربي تبارك وتعالى على القرآن العظيم، يوم راح حسس الرسول صلى الله عليه وسلم يخسبنا ميتيق حو مسلم ولا تا مسلم اسم الفرائض الوضوء اسم سنن الوضوء اسم شروط التزليد اسم كل ما تصحى تزليد الناس عن ربي تبارك وتعالى وركي عضير سلجال امامه يوم القيامة. ما رايكنا منيكولاكي ما رايحنا سيد ربي يوم القيامة تبعات اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. أرق الكتاب إنك ورسول دقيت الجاهل لتقرت كل ما تسكت حدوني يا أدورت نيتني كورسين حين كورسين حين نصيد ربي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا ورسين رسقسة ولي السنين أولي ينجهل ورح يسقسة وريرضي أشكو إنه يكسل الخلايق ورح تعلم متنيقان لمستحيل لمستكبر والمتكبر إنك ولا حل الكبر دولي تحشم بقر تحشم تتسقسى تحدينا ربي وروهو أن أم سليم تشكي تسقسى النبي صلى الله عليه وسلم نيس على المرأة غسل إذا احتمى زور تحشيم أرتسقسى حدين النبي صلى الله عليه وسلم وخيار تمارين الأنصار ورت من عين الحشمات أتسقسى تحدين نسنت. وكان بنادم يخصى يسقسى أن ربي تبارك وتعالى ورت يعذر يوم القيامة لابد تسقسى على القليل والكثير. ربي راح يخلق في هذه الدنيا عبثا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وراح يخلق الدنيا عبثا إنما لابد من السؤال لابد اسم قلب لما ستجواب سيد ربي يوم القيامة. وكانوا النيوسين هم مقيون يخصى حلوم الدين باش أكاور تخربق الدين إنما باش أي تقبل الدينا أن يفعل العمل نسحضر ربي تبارك وتعالى. هذا وفق ربي لما يحب ويرضاه. اللهم تقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيام رمضان وأعنا يا ربي على طاعتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله استودعكم الله وإلى لقائنا آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.